النهارده في وان شوت هنلقي الضوء على واحد من نجوم منتخبنا الوطني المتألقين في الكرة العالمية، واحد دايما بيتعرض لانتقادات والبعض قال عليه انه مظلوم اعلاميا، وهو نجمنا المصري محمد النني. محمد النني نال إشادة كبيرة جدا من إين رايت أسطورة أرسنال التاريخي بعد تألقه في مباراتي فريقه أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد بسبب إصابة توماس بارتي، واللي خلت مايكل أرتيتا يعتمد على النني بشكل أساسي علشان تستمر سلسلة الإشادات العالمية بمستوى محمد النني مؤخرا، لأنه لاعب جدير بالثقة وغير متخاذل، ووقت لما بتحتاج له أو بيحتاج له الفريق دايما بيكون موجود بالرغم من دايما بيكون في تحديات حواليه. محمد النني هو واحد من النجوم اللي ظلمتهم السوشيال ميديا إلى حد كبير، نال انتقادات وهجوم لاذع بتراجع مستواه، وده على مدى فترات متكررة، لكن في كل مرة النني بيثبت للكل أنه جدير بالثقة وقادر على تخطي كل الانتقادات، ودي العودة بقوة من سمات شخصيته، وهو مسالم وهادي جدا في ردود فعله. أعتقد أنه هو عنده ثبات انفعالي كبير جدا، مش بيرد غير في الملعب، بيتعامل مع الهجوم اللي بيجي عليه بطريقة احترافية منطقية جدا، تكون لاعب في المكانة دي بقاله سنين موجود في الملاعب الأوروبية وموجود في نادي كبير زي نادي أرسنال، وكل ما بيجي مدير فني بيكون ليه الفرصة أنه هو يكون بيشارك معاه حتى لو مش بيشارك بشكل أساسي، ولكن الفرق الكبيرة حتى لو بيكون ليها لعيبة بتفضل ان هم يكونوا بيشاركوا كبديل، عمرها ما هتكون بترضى ان البديل يكون مستواه اقل من اللاعب الاساسي. محمد النني من اللاعبين اللي للاسف حتى طريقه النقد اللي كان بيحظى بيها او ما زال بيحظى بيها بتكون غير لائقه وخارج خالص الاطار المنطقي للنقد في مجال كره القدم. فرق كبير جدا انت تكون بتتكلم على لاعب بشكل نقد ممكن يستفيد منه ويتحسن بناء عليه، او انت تكون بتنتقده علشان تهده وتكون بتبوظ مستقبله او بتهز ثقته في نفسه. مش ده بيكون دور اي حد خالص ان هو يكون بيعمل ده، وبالرغم من ده بيحصل معاه كتير جدا، ودي حاجات اي لاعب ممكن يكون بيتاثر بيها. المنطق بيقول ان اللاعبين طبيعي يتاثروا باي طريقه سلبيه بينتقدوا بيها، ولكن دايما محمد النني بيعمل حاجه خارج المتوقع، عمره ما بيرد، عمره ما بيكون ليه تصريح، عمره ما يكتب تويتر، عمره ما يقول اي حاجه تقلل منه كشخصية أو تحسسك أنه مش محترف بالشكل الكافي. بالعكس دايما مش بيرد ودايما بيكون موفق بعد كده علشان رده يكون في الملعب. بنتمنى له التوفيق، وبنتمنى أن احنا نقدر نستمتع بتواجد اللاعبين المصريين بالخارج حتى لو في أي يعني مشاكل فنية عندهم، ولكن لازم نكون بندعمهم ولازم نتمنى ان هم يكونوا افضل. مفيش مشكلة خالص ان انت تكون بتنتقد، ولكن لو ما عندكش المعايير الصح في الانتقاد يبقى الافضل ان انت ما تنتقدش، لان انت كده مش هتفيده، بل لو هو كان قدامه حاجات بسيطة ممكن يصلحها انت كده بتقتل كل الحظوظ. فبنتمنى ان احنا دايما نكون واقفين ورا لاعبتنا المصريين اللي بيسطروا التاريخ، لان احنا بنتمنى ان عددهم يزيد في الفترة اللي جاية، واحنا قادرين. يعني اي لاعب بياخد فرصة، بنتكلم عن مثلا 70% من اللاعبين اللي بيخرجوا للدوريات الأوروبية وبياخدوا فرصة حقيقية بيثبتوا نفسهم. فأعتقد كل ما العدد بيزيد اللاعب المصري قادر إن هو يكون بيأكد وجوده في الدوريات الكبيرة بره، بيبقى بس التوفيق والفرصة. دايما هنكون واقفين في ظهر لاعبتنا المصرية، دايما هنكون بندعمهم كلهم بنفس القدر، كلهم قادرين على رفع اسم مصر، هم سفراء لمصر، وأعتقد مفيش حد فيهم عمره تخاذل أو كان حاسس أو مش عارف قيمة الحاجة اللي هو بيعملها. يعني هو بيعمل رسالة على المستوى الرياضي، وكلنا دلوقتي أكيد فاهمين إزاي المجال الرياضي هو من المجالات المؤثرة جدا على كل المستويات، وعلى الشكل حتى الاقتصادي بتاع البلاد. البطولات الكبيرة اللي بيتم استضافتها في المجالات الرياضية إزاي بتكون بتفرق جدا مع الدول، وإزاي بتكون بتعرف دول ببعضها. مصر قدرت تعمل ده على مدار السنين اللي فاتت وحتى في عز أزمة الكورونا، وده بيفرق جدا إن البلاد تكون عارفة إمكانياتك، وإن يكون اللعيبة اللي بيجوا بلدك وبيشوفوا أنت إزاي عندك بنية تحتية محترمة، إزاي عندك شبكة طرق كبيرة، إزاي عندك أوتيلات على أعلى مستوى، يرجعوا بلادهم ويكونوا بينقلوا الحالة دي. ده على المستوى التنظيمي. على المستوى الفني عندنا لاعبين في كل الرياضات دلوقتي موجودين بالخارج بيمثلوا مصر في البطولات والمحافل الكبيرة، لازم نكون واقفين وراهم ولازم نكون عارفين نفرق إمتى ينفع ننتقد وإمتى مش وقته،
وامتى نقول ايه؟ يعني دي شويه كده حاجات بسيطه الواحد لو قدر ان هو يكون بيعملها ويكون عارف ان كلامه ممكن لو هو بيسعى ان هو يكون حاجه ايجابيه ممكن يكون تاثيره عكس كده تماما، هنكون كلنا بنخلي بالنا واحنا بقى في الشهر الكريم نحاول ما نضايقش بعض ودايما تكون الناس كده قلبها على قلب بعض، اكيد الحال هيكون افضل. كل التوفيق اكيد بنتمنى له كل ابطالنا كوره وغير كوره في الفترات اللي جايه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده.